وضعك كتير حساس كتير ستريس ركض براك هما يا خيي حمل سقالت ناس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش في افلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بوع الصبح معجوق عم بتفركش بغداد عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني الفواتور تا انسى هالهموم ما قالي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشسور شدت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضاري كوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي عم بفلح مثل السطلي وعم يدفعوني شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديو ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور مساء الخير مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من كوميكاتور عم تنطلق بهالوقت انطون سعيدة مساء الخير مساء النور شو بك هيك عم تدبل بعيونك ومبين تعبان ومش عبادك تعبان شوي خيي لانه كنا مع الشباب هلا عم نساعدهم بالزفت واصل الزفت للحمام اللي عنا بقى عم نساعدهم عم نزفت معهم بلا مزح عم بزفتوا لكم ايه والله ايه وشو هالحكي هذا مين عم يزفت جماعه الطيار ما سمعت رئيسنا شو قال الاستاذ جبران باسيل شو قال قال انه الزفت هذا حق لكم حق مقدس ايه؟ وهيدا من 2017 هذا حقكم هلا عم بيوصل عن جد عم تحكي ايه عم نساعدهم الله طيار لا حبيبي الله طيار هيك من اول حلقه توني ما تبلش اذا بتريد الله قوت لا حبيبي الله طيار لا الله قوت لا الله طيار خيي استفل بس بدي اعرف كل ما دقت المهجوزيه بتقلي الله قوت شو عملوا لك القوات بس تقبرني شو عملوا لك القوات شو عملوا للقوات شو عملوا لك القوات انا عندنا زفت لك قوم زفت حبيبي القوات عم بيبعتوا كراتين إعاشة يا حبيبي إذا منك عارف كراتين إعاشة؟ ايه فيها بيض وفيها حليب وفيها زيت شو عم تحكي؟ وقالوا كمان إنه هالكرتوني حقنا من أيام 2015 حلو ايه مش كرمال الانتخابات يعني يعني أكيد حتنتخبهم والله ايه أنا حقي كرتوني؟ أنا ضميري بدي بيعه بكرتونة إعاشة يا توني كبير يا شربول كبير يا شربول أنا قلت ما رح ينتخبهم زلم عنده ضمير هلا يبعثوا كرتونة تاني بفكر بالموضوع بس إنه على كرتونة وحدة لا شو عم بيبعثوا لك بالكراتين خيي أكيد في شي مادة عم تتعطاها أنت لا عم تنتخب صح خلصنا بقى هلا إنه مش معقول إنه ما فهمت يعني أنت رح تنتخبهم للطيار خيي أكيد حنتخبهم للطيار وما الزلمة عم برد حقوق المسيحية جاب لنا زفت خلص بقى يا زلمة روح تسقف سياسيا ليك بدي اسالك سؤال ماشي الحال تفضل هات نعمل جوله نحن والمشاهدين مين حيربح بالانتخابات ايه شو رايك نعمل جوله اكيد بس بالاذن من الاستاذ ربيع الهبر لانه ايه هلا جاي اصلا حصه له الاستاذ ربيع الهبر بالحلقه يلا نفلفش وراقنا بلش. ونبلش بالمناطق قول يا رب مثلا انت وين بدك تبلش بنبلش بالمتن يلا خلينا نشوف بالمتن بالمتن, بالمتن. مين بتقول رح يربح أنا بالمتن انا بقول استاذ سركيس سركيس حيطرق الهيئه هالمره لا تالتي سابتي سركيس سركيس رح يطرق البيضة لأنه هو كل عمره يكون بالمتن بيضة الأبان ايه رح يطرق البيضة بس بتخيل هالمرة كتير عم بيكب فراش يعني بقى وين في فراش؟ أنا بنتخبه وين يا خيي أنت هلأ من كرتوني كنت مش شوي كرتونتي عاشو هلأ فراش صح شو بك خيي؟ صح صح شو بك ما عندك مبدأ أنت لا بالحياة؟ لا ما أنا قلت أنه إذا في فراش ليك في مرشح نازل على المتن هلأ عامل طريقة كتير ذكية أنه مستأجر 2000 حمار هيدي اللي كنت قولوا لي عنها هيداك النهار ومعش خبرتوني ايه شو ايه خبرتك عنها هلا شو مستأجر 2000 حمار قال لأنه عارف انه تانكة البنزين رح تصير 800-900 ألف كيف بده ينقل هالعالم بدها تنتخبه وبقول لك انا بزتهم بهالبريرة يرعوا وعمل لهم تصوينة معلم 2000 حمار شو ذكية بده ياخد حمار على حمار لا شمال مين بتقول رح يربح بشمال؟ عندك جروب انا بحييهم يعني على طول بحب الوجوه الجديده بس مبلشين غلط مسميين حالهم شمالنا مبلشين بالتقسيم لكم شمالكم ولنا شمالنا شو شمالنا؟ ايه اسمهم شمالنا عن جد عم تحكي؟ ايه في اسم اسمهم شمالنا غير شمال تبع لبنان شمالنا
مبلشين بشمال مبلشين الجماعة بالتقسيم على الآخر. طب يسموها الشمال للكل ضروري. يا خي ليه أنه جماعة الشمال مش الحقيقية. يا خي التقليد نحن شمالنا الحقيقي. يا خي الله يوفق. الله يوفق. ليك شربول أنا حسمي لك كم منطقة. ايه؟ حسمي لك وأكد لك مين حيربح فيهم وحتنصدم. يلا أنا جاهز. بدائرة بعلبك الهرمل. بعلبك الهرمل. حزار مين حيربح؟ مين؟ الحزب. لا. بلا. بلا ماذا؟ بجنوب. بجنوب حزار مين حيربح؟ مين؟ الحزب. كتير ذكي. خيي انا انت انا عم بتعب عليهم. انت بخيف توني بكثير. كتير ذكي. طلعوا لي ربيع الهبر وما بعرف مين هودو بصيروا يطلعوا. طب بشوف مين رح يربح. درزه. لا بلا ما انا عم تبهرني. خيي انا عم بعطيك اياها من الاخر. خيي عم بعطيك اياها من الاخر. خيي عم تبهرني. خيي والله ببيروت. ببيروت هلا في ضباب. كيف يعني في ضباب؟ خيي في ناس عم تنسحب وناس عم تجي. تيار المستقبل. شفت مصطفى علوش هيدك اليوم طلع وترك وخلص وميرسي اورفور. اه يعني ايه؟ يعني نحن فينا نقول انه الالتزام هو بالكرسي مش بالحزب وبالرئيس. يا عيني يا رب. اول مره بهالحلقه بحسك ذكي يا زلمه. شفت كيف بحسك ذكي يا زلمه. يعني تيار المستقبل انسحب من الحياه السياسيه. ايه؟ وطلبوا انه ما حدا منهم يترشح. خلص. بلشوا يلا عم ينسحبوا كل واحد ينسحب منه كرمال انا يترشحوا. ايه؟ كانه على اساس انت عم تلعب برازيل المانيا. انا كنت مع البرازيل خسروا البرازيل بصير مع المانيا. شفت الكرسي شو إلى أثر كتير مخيف. إيه؟ بس ليك أنطون تنحكي بصراحة كل الأحزاب عم توزع أنه حسب كل حزب شو اختصاصه. نحن كنا حكينا قبل عن التيار والقوات. إذا بتروح مثلا لحزب التوحيد العربي الوزير السابق وأم وهاب. أنه بالجبل شو بده يوزع؟ مزوت بده يندف. عرفت كيف؟ بده يندف وبده أكيد وزع مزوت الزلمة لكل العالم. والله أنا بناشد الأستاذ وأم وهاب إذا بيجيب لي تنكي بنقول نفوسي على الشوف وبنتخب. مش تنكي حق تنكي ميبل. الأد أنا صريح ميبل. طب نرجع نكفي على باقي المناطق. كنا بجنوب دخلك. ايه جنوب زياد أسود. ايه شو وضعه هلا؟ رمادي حاليا. لك شو خص هاي عائلة أسود وليش تروح بالألوان؟ خي طيب بس إنه يمكن ما يترشح الزلمة. هلا هو الأقوى بجزين ما عم نقول لا بس إنه يمكن ما يترشح. رمادي لأنه إنه يمكن يتخلوا عنه يمكن هو يتخلى عنهم بس إنه الله يكون بعونه لأنه أكيد العادة بالبيت مش سائل سائلة هالأيام. لازم يشتغل. وبقى في موضوع أخير ما حكينا عنه دخلك القوة التغيير على أساس الثورة. ثورة ثورة شو رح يخرق؟ بلا الثورة حتخرق. ايه انه لانه مقعد وين؟ ببيروت؟ بلبنان. بكل لبنان؟ ايه بس ليك انا بقول لك شغله. هي الثوره ارتكزت على $6 تبع الواتساب. هلا نازلين تعرف جديده بس طرقون فيها باللبناني. بقى ضايعين بس. بس يعرفوا قد ايه على الدولار حينزلوا يحرقوا سلاف الارض. ايه حلو. ايه ما 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 عم بتفوت براسي الخبرية انه لا لا بدها شوية وقت بس كل شيء وصلنا له وستة دولار هي وقتها. ايه ما خص. هي مشكلتهم الانترنت. شو لانه في لعبة على الانترنت اذا بيقطشوها. لك اف دخلك بقى عم تشوف الاعلانات على الطرقات لجماعة الاحزاب هلا. عم شوف هيدي الدعايه في مين بده وما بده. في ما بده بده في اصلا هو في قصد مشترك بين البنوك وبين الأحزاب بموضوع اللوحات الإعلانية. يعني قبل البنوك كانوا يحطوا لك الإعلان إنه أنت حدنا ونحن حدك وتعا نام عنا وما تعتلهم وما أدري. وهلا وجيب ولد ونحن بنقصتوا عنا. هيدي قبل. إيه؟ ونحن كنا نصدق. وهلا الأحزاب نفس الشيء. هلا البنوك كنا نصدق وبطلنا بس ما بدك هلا الأحزاب إنه نبطل نصدق. في ناس لأنه بتقرأ البانو بعدها بتصدق. إيه؟ بده وما بده والكهرباء أساس. ليك ما أنا كنت عم بقرأ البانو صدقت. في البد وما بده. لا ما بدك تصدق. ونتمنى عن جد من كل المشاهدين ما حدا يصدق وانتبهوا لمين بتقول. هي غنية بدك ما بدك. توني كوانا أرجله الخير. يلا على كل حال كل إن شاء الله مثل ما بيقولوا حديث عن الانتخابات. لأن الانتخابات بخير إن شاء الله تحصل على الانتخابات ونرتاح مني ومن شربل ونهاجر. باي. عن جد ميرسي كتير حقيقة عن جد. أنا كتير مبسوطة كتير مبسوطة جد. كل شي عجبني. تكرم عينك حبيبي. ولا زعلان مني؟ أنا؟ لا عن جد منك زعلان لأنه جبنا كتير قصص يعني وعملت شوبينج. لا حياتي بقى. الحمد لله ما بتشبهي أي حدا من أنت غير أنت حدا غير. ماشي يعني بأنه أنا قلي زمان مني عاملة شوبينج يعني وحاسة بوضعك وبقدرة ظروفك يعني أنت عارف حبيبي مش هيك؟ أنت ست قديرة حياتي. ماشي حبيبي عن جد يعني أنا كنت كتير مقدرة ظروفك وكتير كتير 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 يعني
إيه لأنه أنت ما معك مصاري، بس إنه خلاص ما بقدرت، صار ناقصني كتير أساس يعني لازم نروح جيبهم. إيه مزبوط صح. ميرسي. الحمد لله. شو؟ عن جد ميرسي. في شيء بدك تقولي حياتي؟ إيه. بدي أقول أنت شو عامل شيء منيح يعني بحياتك حتى ربنا رزقك فينا. أنا؟ إيه. أنا لا كنت صلي ولا كنت صوم، عم ينتقم مني السلام على اسمه. حبيبي في محل هونيك تروح تشوفيه رفع عطب 500-600 ألف شي هيك. أوكي يلا. يلا ماشي. Damn, that's a robbery. Fine. Merde, c'est un vol. Ça va. Allo, Abdo. خير شو في على الصبح مين دقلنا عزيزي المشترك الرجاء ملاحظة أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من اليوم سرقة حرامية على عينك يا تاجر كيف بينعاش بهالبلد هذا كيف مساء الخير سواء كنت في بيروت أم في الشوف أم في المتن أم في منطقة جبل لبنان كيف ما تقطع الطريق بتتفركش فيه على التلفزيونات ما عنا غيره آخر فترة كيف ما تشقلب بيطلع لك موجود بوجهك 24-24 صبح ظهر عشية على الترويقة بعد الغداء على الصرنية كيف ما تشقلب بيطلع بوجهك الشخص الانتخابات بامتياز يعني هيدا الشخص عم بياخد نجمه وعم بيضوع اسميه على اسمه اكتر من النواب والاشخاص المرشحين عم نشوفه اكتر من اهالينا ايام بعض الاحيان مدير شركة ستاتستكس لبنان استاذ ربيع الهبر يعطيك الف عافية بشكرك لحضورك رغم وقتك الضيق مساء الخير مساء النور نشان انا كمان بدي اشكرك وبدي اقول لك تقلت علي شوي بالمقدمه بس ان شاء الله بنقدر نعطي الناس شوي عن الحواصل والدوائر اللي صارت كرمال يقدروا يعرفوا مين بيربحوا ومين ما بيربحوا طيب كلام بلش فت بصلب الموضوع ببدايه الحلقه استاذ ربيع الهبر محضر وراءك وانا محضر ورائي جاهزين لحلقه شيقه للمشاهدين بدي اقول لك قوى التغيير هل ستخرق في الانتخابات النيابيه طبعا قوى التغيير رح تخرق ببعض الدوائر يعني بدك تاخذ بعين الاعتبار الحواصل والتحالفات اللي بدها تصير يعني اذا نزلوا على لوائح مع بعضهم يمكن ما يتشتتوا ويمكن يتفرقوا طيب بتقول اذا ما تشتتوا يعني اذا ما تشتتوا حظوظهم اوفر طبعا حظوظهم اوفر اذا ما تشتتوا اذا نزلوا مع بعضهم على نفس الدائره طيب تستعمل بعض المصطلحات الصعبه علي انا شخصيا وصعبه على المشاهدين يعني بتستعمل كلمه حواصل إذا ما تشتتوا ما تفرطعوا ما فنتروا ما بعرف شو عم تحكي إذا فيك بس تسهلنا هالموضوع قوى التغيير الثورة المجتمع المدني هل سيخرق؟ قوى التغيير برجع بقول لك إذا نزلوا مع بعضهم بنفس اللوائح على نفس الدوائر في إمكانية إنهم يخرقوا بس بدنا نشوف ما يطرطشوا بس رح يخرقوا إذا هن النجم ورح ياخذوا حواصل رجعت يحكيني بالحواصل وبالنجم وبالطرطش اذا بتريد استاذ هبر اذا بتريد مجتمع المدني بيخرق نعم ام لا نعم بيخرق كثير هينه بدايه الحلقه يعني ما توترني لما اتوتر اذا بتريد طيب
انا بدي اسالك سؤال، بدك نبلش نعمل جوله على المناطق؟ خلينا نعمل جوله على بعض المناطق. بنبلش بجبل لبنان. بجبل لبنان بنروح على جبل لبنان، واذا بدك بنبلش بجبال. بجبال بجبال التحالفات قائمه بين الاقسام والمعركه الحاصله بين الحلفاء. فينا نشوف هناك فوز طبعا للتيار الوطني الحر، وفوز كمان للقوات اللبنانية، وكمان في عنا هناك الحزب، حزب الله كمان بيفوز بجبال وهو النجم إذا بدك. هن بيربحوا بجبل لبنان وتحديدا بجبال. يعني كل الأحزاب التقليدية حتنجح؟ طبعا الأحزاب اللبنانية كلها حترجع تربح بجبال. بنروح على المتن الشمالي، حزب الكتيب هو الأول. دوختنا بالعوينات عم بتشيله وعم تحطه، بتشيله بتحطه إذا بتريد. متن شمالي بالمتن طبعا حزب الكتيب هو لهلأ النجم، نجم ساطع ورح ياخد الحواصل حسب التحالفات. أكيد عنا طيار والقوات وسركيس، سركيس كمان رح يفوزوا ورح يكونوا هن الأخدين الحواصل بهذه الدائرة. يعني طبعا بدنا نشوف إذا النجم كان سامي جميل. يعني ما في مجتمع مدني بمنطقة المتن الشمالي؟ ما في مجتمع. إذا بعض الأحزاب التقليدية عم تربح. منطقة أخرى بجنوب مثلا، هل بجنوب قوى التغيير سوف تخرق؟ بجنوب المعركة حامية شوي، مخوفة بجنوب المعركة. في اي درجة حامية؟ هي حامية بين الحزب الواحد، اذا بدك بين مجموعة اسامي بقلب الحزب الواحد. يعني عم نشوف حركة امل وحزب الله هو رح يكون مسيطر على الحواصل، هو النجم بجنوب. انا فكرت في مجتمع مدني، في حرب، في حرب انتخابيه مع المجتمع المدني، طلع حزب وحركه بين بعض مشتتين بجنوب. بنروح على بعبدا، وبعبدا هون عم بيبين عندي انه حزب القوات والتيار الوطني الحر هن بينجحوا ببعبدا بحواصل اذا بدك مفرقه، والنجم ببعبدا لهلا ما مبين، بس الاحزاب هي. يقصف داينتك، بلشت تعصبني، بلشت تعصبني بكل المناطق. عم بتقلي انه الاحزاب التقليديه هن اللي عم يربحوا؟ يقصف داينتك، بلش عصيب. اذا بطلع من ثيابي مشكله. طبعا استاذ ربيع الهبر، كمل. عندك بعد شيء؟ عندك بعد شيء تقوله؟ عصبتني، نرفزني. منروح على الشمال إذا بدك. منروح على الشمال. منروح على الشمال. في عنا بما أنه طيار المستقبل، بعد ما منعرف إذا رح ينزل على حيرشح نواب أو لا. ما حيرشح. بس ما قالوا ما حيرشح. بس حنشوف بالمناطق المسيحية. يخرب زوقك تابع، ما قالوا ما حيرشح. بس في فوز للطيار الوطني الحر هون مثل ما مبين عندي، وفي فوز للقوات اللبنانية كمان، وفي فوز لجماعة إذا مئات، بعد ما بنعرف إذا دولة الرئيس رح ينزل على الانتخابات. مجتمع مدني شف لي في مجتمع مدني. ما في عندي مجتمع مدني هون، ما رح يخرق، رح يبعد عن الحواصل. طيب استاذ هبر، يعني إنه تحت الهواء قلت لي إنه الأحزاب التقليدية حيخف نجمة، إنه الأحزاب التقليدية إذا بخف نجمة بخف نجمة أنا كمان. نشان خلينا هبر، ما خلينا نحكي. تفضل استاذ هبر، طول بالك بس نحكي كلمة. خلينا نرد، أنا اللي عم بحاورك مش أنت عم تحاورني. تفضل. طيب استاذ هبر، يعني عم بتقلي كنت تحت الهوى الاحزاب التقليديه حيخف نجمه؟ نعم. بس هالتوقعات اللي عم بتقلي اياها، التحليلات اللي حضرتك عم بتقوم فيها، عم بتفرجي انه الاحزاب التقليديه راجعه وبقوه اكبر، وعم بتقلنا بي اقوى من بيك، وعم بتفوت على بيتنا، يعني انه بدنا اياه بتعمل نشانه. نحن اذا بنشوف انه الاحزاب التقليديه هي رح ترجع طبعا، لانه المعتبر حاله قوه تغيير محالف مع الأحزاب، والأحزاب اللي عمرها أكثر من 20-30 سنة معتبرة حالة قوة تغيير. يعني بطبيعة الحال الأحزاب التقليدية هي اللي رح ترجع. فهمت كيف؟ أنا اللي فيه. يعني في قوة تغييرية متحالفة مع أحزاب عمرها 30-40 سنة، وفي أحزاب ركبت الثورة. هذه كانت حلقتنا مع أستاذ ربيع الهبر، يلي ما بيسكت، يقصف داينته ما بيسكت، لا بيخلي حدا يحكي ولا بيسكت ولا بيعطي مجال للتاني. استاذ ربيع الهبر، انا بشكر، انا بشكر وجودك. انا بدي اشاركه اذا رجع بيان معي بالاحصاءات الجديده من هلا لشارج. طيب ببقى برجع بحطك بالاجل. طيب اذا بدك تكون قال ان هي انا فيل ني خلص ان هي وهبر معلم سمير.
مسكر. اهلا مدام ديانا. ايه لحقتك على القد. شو لو متاخر 5 دقائق كنت انا رح اودي لك اياها. ايه ميرسي كلك ذوق. لا لحقتك. إيه. طمني مش الحال. شو جربي خلاص سوقيها حط ايديك واجريك بمي بارده. يعني ما بقى بتحمى معي ولا شيء. انا اصلا عندي ثقه فيك معلم سمير والا ما كنت بامن لك. ولو يا مدام ديانا شو نحن ولاد امبارح المصلحه قلنا زمان. بعرف بعرف ابا عن جد. ميرسي كثير كلك ذوق. يلا رح نجربها. قد ايه بس تأمرني؟ اذا قلنا 330,000. 330,000؟ ايه بس ليش؟ ما نون شيء مدام ديانا نحكي منطق. ما نون شيء معلاه يعني سيرني شوي على الاخر. على طب انه ما عم بفهم يعني انه ليش بعدكم عم تاخذوا على 33,000 دولار؟ ما عم بفهم. ما معلي ما هي ما فيها شيء بس ما انا شاري البضاعه على دولار 33,000 معلي يعني هيك 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 ما بتزبط لي اياها على الاخر وحياتك بالرسمال يعني الحيله والفتيله شو بدي اعمل. معلي بتهون كلك ذوق. ميرسي. شو هي 10 دولار؟ هي 230,000 هلا. ايه انت حسابك 330 بعد 100. لا ما انت منك عارف انه انا هيدي اشتريتها على 33,000. يعطيك العافيه ميرسي كثير عذبتك. خاطرك. الله معك. بترجعي تصلحيها عندي قريبا. لعن اخت هالبلد واللي بعد بده يعيش بهالبلد. انا رايح هجره باول طياره وحيات الله يا شربي بلا صباح الخير بلا بالله يا خيي بلا مش عيشه والله بدنا عيشه ولا شربي يا طوني. ما انا مثلك معصب كمان بعدنا جايه من الشغل كمان خفضوا لنا من معاشنا هيك 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 معلم ما بعرف ليش. والاسيرانس كمان مش يعني بدك تنعل انعيلك خلص يا والله مش مش حل مش حل هيك. والدولار ساعه طالع ساعه نازل هلك وربنا يا زلمه والله. وفواتير فواتير فواتير ما عم بلحق ما عم بلحق. بعرف بعرف ما كلنا هيك كلنا هيك. اما امبارح اجوا كلهم امبارح اجوا كلهم. شو دافع بعدك شكلك موتور؟ شو دافع موتور 5 ملايين دفعت ضليت 3 اشهر قصت له فيه عن هداك الشهر. بعرف شو بعرف بعرف عن هداك الشهر قلت له بدفع لك دفعت له دفعه وهالشهر دفعت له دفعه قلت له شهر الجاي قصت له عن 3 اشهر حرقونا خلص حرقونا. شو دافع؟ مش معقول يا زلمه. شو دفعت انترنت يعني انت معصب؟ انترنت دفعتها كمان هلا عم بيهددني قال قال لها الانترنت بدها تصير 500,000 و400,000 عم بيهددني كنا ندفع 500,000 دش دش غلط دش اجى لعندي برعك فجاه بقوسه زي 30,000 بقوسه خيي هيني ها زاده غلى دفعنا له اياها وشربنا قهوه وعبت مسك وتقبرني زبط لي الصوره كهرب الدوله اجوا هلا عم يلموا 4 اشهر سلف كهرب بس كهرب جمعون تقال بس بعدهم قليل بالنسبه للمطار. طب شو دفعتهم مش العال شو دفعت وشو معص بلديه اجوا البلديه رسم بلديه اجوا البلديه كمان ما هو الله بكملها دفعنا البلديه. طيب خلص اسيرانس للاولاد للعائله كمان دفعناهم. لا دفعت كل شيء اجتني فاتوره اجتني فاتوره الله لا يورجيك فاتوره شو هلا 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 ولك كفروا الله اللي حرام شو البنايه فاتوره انترفون صار في فواتير للانترفون انترفون 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 وحو طالع لعندك طالع لعندي طالع لعندك خلى لمرتك ومرتك مش بيبقى يقرق روح الانترفون بسمعهم انا قواطع ليك انا رح فل اوعى خلص ارجع على الشغل خلى مرتي انتبه قال لي شغله قال اذا بدكم مصروفكم كبير فيكم تركبوا عدات على الانترفون انا حفل كفروا الله شوف مرتي شو بدها تعمل خلص خيب يلا باي انطون الغيه ايه ايه بس احو ناطره طب اعمل لي مسكوا عليه بشرف ناطره عم بيشارجوا على المسك شربول ليش انا بدي ادفعهم طلاب الوضع كثير حساس كثير ستريس ركض براكت حمى يا حي حمل سائلة ناس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش في افلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تعا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت ايوه بوع الصبح معجوق عم بتفرتش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني الفواتور تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشسور شدت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شيء عم بفلح مثل السطلة ما عم يدفعولي شيء ايه والله يا سطلة قد ما صعب الحياة من تعب ولا في
بلش كوميكاتور.